بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة السامرية بتلتقي مع ربنا يسوع المسيح في الأحد الثالث من الخمسين المقدسة، واللقاء حول موضوع الماء الحي. ربنا قال لها: لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يكلمك لكنت طلبت منه ماء حيا فأعطاك ماء للحياة. السامرية لما تعرفت على السيد المسيح وعرفته بعمق واعترفت بخطيتها أمامه، لم تملك سوى أن هي تشهد ليه قدام كل أهلها وقدام كل العالم. فراحت قالت: هلموا انظروا، أو تعالوا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت. فالفكرة دي أتكلم عليها كل القرايات النهاردة. يعني القديس بولس الرسول في رسالته لكلوسي الإصحاح الثالث بيقول إيه؟ وأنتم منذرون بعضكم بعضا ومكلمون بعضكم بعضا بهذا الكلام. بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح وأغاني روحية. والشهادة اللي ربنا بيتكلم بيها دي على لسان القديس بولس الرسول ليها شرطين. أول شرط إنها تكون بدون تعصب، يعني الإنسان ما يعزش كلمة ربنا ولا يبص لحد إن هو كويس وحد هو إن هو وحش. يقول كده: حيث ليس يوناني ويهودي، ختان وغرلة، بربري أو سكيسي، دول كانوا أردأ طوائف المجتمع، البرابرة والسكيسيين دول، لا أخلاق ولا منظر ولا نظافة ولا علم ولا تحضر، حتى دول ننظر لهم باحترام. ولا عبد ولا حر، بل المسيح الكل وفي الكل. ده شرط الشهادة، انها تكون بدون تعصب. وتاني حاجة انها تكون بمحبة متضعة. وعلى جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال. الشهادة او افراح الشهادة دي مرتبطة ارتباط وثيق بمحبة ربنا كثمرة طبيعية، مش عايزة تفكير ولا عايزة علامة. يقول كده القديس يوحنا في رسالته الأولى الإصحاح الثالث في الكاثوليكون اللي اتقرا علينا النهاردة: نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. دايما القديس يوحنا يدينا اختبارات ازاي نعرف احنا ثابتين في الوصية ولا لا، ازاي نعرف احنا بنحب ربنا ولا لا، ازاي نعرف احنا بنحب الناس ولا لا. كل رسالته يوحنا الاولى والثانيه والثالثه على اختبارات زي كده الواحد يفحص بيها نفسه. فبيقول من ضمن الاختبارات: اذا كنت عايز تعرف انت انتقلت من الموت الى الحياه زي ما اذا كنت قمت مع المسيح فعلا، قيس نفسك على الحته دي. هي ايه؟ محبه الاخوه. نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. لسه في قلبك خصام، لسه في قلبك أنانية، لسه في قلبك مقاطعة، أعرف أن أنت لم تنتقل من الموت إلى الحياة، لم تزل تبقى في الموت. وكل من يبقى في الموت أو كل من يبغض أخاه قاتل نفس، والقاتل ملوش عقوبة غير الموت، ويظل في الموت لا ينتقل من هذا الموت إلا لما يحب. وده اللي عملته السامرية. نسألها: ايه اللي خلاكي تعملي كده؟ هل المسيح وصاكي وقالك سيبي الجرة بتاعتك
وروحي بشري اخواتك. قالت لنا ولا وصاني اسيب الجره ولا وصاني انزل، بس انا معرفتش اعمل غير كده. لقيت نفسي مش عارفه غير ان انا ابشر بيه وافرح الناس بيه زي ما انا فرحت. هي دي افراح الشهاده. في الابراكسيس في سفر اعمال الرسل اللي اتقرا علينا النهارده من اعمال 10 بيورينا ازاي الواحد يشهد. فشوف الرسل يقول كده: ونحن شهود بكل ما فعل في كورة اليهودية وفي أورشليم، الذي أيضا قتلوه معلقين إياه على خشبة، هذا أقامه الله في اليوم الثالث وأعطى أن يصير ظاهرا ليس لجميع الشعب بل لشهود سبق الله فانتخبهم لنا نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامته من الأموات. هي دي الشهادة، احنا الذين اكلنا وشربنا معه بعد قيامته. احنا كل يوم بناكل ونشرب معاه من على هذه المائدة، وكل يوم المفروض نخبر بفضائل الذي دعانا من الظلمة الى نوره العجيب. عايز اختم باللقطة الاخيرة للقاء السيد المسيح مع السامري. لما التلاميذ رجعوا ولقوا السيد المسيح قاعد مع واحدة ست، استغربوا المنظر واتكسفوا وراحوا كده، يعني قعدوا يتكلموا بعضهم لبعض، بس ايه محدش قدر يتجرأ ويسأله انت ليه قاعد معاها. فقال لهم في اثناء ذلك، سألوا تلاميذه: يا معلم كل، جايبين لك تاكل، جبنا الاكل اللي احنا رحنا نجيبه. فراح قال لهم: ليه طعام اخر لستم تعرفونه أنتم؟ فراحوا قالوا البعض: يمكنش حد جاب له أكل وإحنا غايبين بنشتري. فقال لهم ربنا: طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني. طعامي أن أنا أرجع كل واحد لحياته الأبدية. طعامي أن أنا أرد كل الضالين. هي دي فرحة قلبي، هي دي المشيئة بتاعتي، هو ده الغذاء. فبعد كده راح قال لهم إيه: أما تقولون أنه يكون 4 أشهر ثم يأتي الحصاد؟ مش أنتوا عارفين أن الحصاد بتاع القمح، عارفين القمح لما بيجي وقت الحصاد بتاعته بيبقى الحقول لونها إيه؟ أبيض. فبيقول لهم: أنتوا مش عارفين أن الحصاد بعد 4 شهور؟ ها أنا أقول لكم: ارفعوا أعينكم وانظروا الحقول أنها قد بيضت للحصاد. طب دي لسه ما بيضتش. أتري هو شايف منظر تاني. هما ايه اول ما راح لفت نظرهم ليه، لقيوا السامريين بيلبسوا ابيض. فالسامريين طالعين بالمئات من السامرة بسبب هذه المرأة التي ذهبت وقالت لهم: هلموا انظروا انسانا قال لي كل ما فعلت على لعله هو المسيح. فابتدوا يطلعوا بالمئات وافواج وسط الحقول وهم طالعين يقابلوه عند بير يعقوب. فراح قال لهم: انظروا الحقول قد ايه ابيضت للحصاد، منظر للحصاد، بس مش حصاد مادي زي اللي هم متعودين عليه، حصاد نفوس وحصاد أرواح. فقال لهم كده: والحاصد يأخذ أجرة ويجمع ثمرا للحياة الأبدية. كل واحد فيكم بيخدم بياخد أجرة، وده شيء يفرح، ده إفراح الشهادة، ويحصد ثمر للحياة الأبدية لكي يفرح الزارع والحاصد معا. يعني الحاصد ده ما تعبش في الزرع، ده جاه فوعلي مأجرينه عشان يحصد، لكن لما جه يحصد هل هو بس اللي فرح؟ هل الزارع بس هو اللي فرح؟ هما ايه؟ الاتنين فرحوا. عايز يقول ايه؟ مين الزارع ومين الحاصد؟ قال لهم: لانه في هذا يصدق القول ان واحدا يزرع واخر يحصد. ده كان مثل عندهم في اليهودية. انا ارسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، اخرون تعبوا وانتم قد دخلتم على تعبهم. عايز يقول لهم وعاوز يكرم الأنبياء والرسل اللي من 4000 سنة بيكرزوا لهذا الشعب وبيهيئوا لمجيء المسيح. أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا،
دول تعبوا وزرعوا، وانتوا النهاردة بعد 4000 سنة جايين ايه تحصدوا ما لم تتعبوا فيه. هما دلوقتي في السماء شايفين الثمر وفرحانين، وانتوا دلوقتي بتفرحوا بثمر انتوا ما تعبتوش فيه. يا ترى كل واحد فينا هيشترك في هذا الحصاد؟ واللي كانوا بيحصدوه وهم مش تعبانين فيه كانوا برضو في نفس الوقت بيزرعوا حاجات احنا دلوقتي ايه بنحصدها. فهو عايز يعلمهم ما يتكبروش، كل بركة وكل ثمر احنا بناخده مش كله بسبب تعبنا، دي هدية من ربنا. وعاوزنا برضو ما نيأس، عشان احنا هنزرع لكن بعد كده غيرنا هو ايه اللي هيحصد. احنا بنأسس كنيسة مثلا يجي ثمرها لأجيال تانية بعد كده ما عاشوش اللي احنا عشناه، هياخدوا ثمر اللي احنا زرعناه. بس احنا برضو دلوقتي ابتدينا صح، ابتدينا كنيسة جديدة لكن دخلها ناس كبار، كل واحد كان متربي في كنيسة زمان وكان في ناس بتعلمه ومليانة الكنيسة بثمر احنا ما تعبناش فيه. فعاوزهم يشتركوا في تعب الخدمة، ودي رسالة للنهاردة لكل واحد فينا. يا ترى انت شايف عمل ربنا ولا حاسس ان الدنيا سودة؟ يا ترى انت هتشترك في افراح هذه الشهادة ولا انت هتاخد جنب ومجرد تبقى سامع ومتلقي؟ لو انت دقت محبة ربنا فعلا مش هتعرف غير انك انت تشهد لمسيحك. لو انت دقت محبة ربنا مش هتعرف غير ان انت تحب اخواتك، دي ثمرة طبيعية وتلقائية لمحبة ربنا اللي بتعمل في قلب كل واحد. فآمن به من تلك المدينة كثيرون من السامريين بسبب كلام المرأة التي كانت تشهد أنه قال لي كل ما فعلت. يا رب كل واحد فينا يوصل للآية دي، إن هو بسبب شهادته يؤمن بناس كتير على حس الاختبار الشخصي بتاع كل واحد فينا. ربنا يديني ويديكم ونعيش أفراح القيامة ونعيش أفراح الشهادة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.